عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده، عاش الشباب اللي بيبني بعرقه مجده، عاش الشباب اللي بيهزم اي يأس مهما شافوا، عاش اللي شايل حلم بلده همها فوق كتافه. عاش الشباب، عاش الشباب، عاش الشباب، عاش الشباب. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم عاش الشباب. النهارده حلقتنا حلقه خاصه جدا، حلقه في ذكرى اجمل خلق الله، وكمان في ذكرى اشرف خلق الله اجمعين، هو من بكى على امته وقال امتي، هو من كان شفيعا لنا يوم القيامه في حب رسول الله وفي ذكرى مولده. كل سنه وانتم طيبين والمولد النبوي شريف. نبدا بقى دلوقتي حلقتنا، وكمان لازم اصبح على زمايلي. وصباح الخير عليكم يا شباب. صباح الخير عليك يا مروه. نشوف بقى فقرات حلقتنا النهارده، وهبدا مع زميلي حجازي. وصباح الخير عليك يا حجازي مره ثانيه، ومحضر لنا ايه النهارده؟ صباح الخير عليك يا مروه، وصباح الخير والامل والتفاؤل على كل مشاهدينا الكرام من عايش الشباب. موضوع فقرتنا معاكم النهارده هيكون موضوع مهم جدا. الموضوع حقيقي من الغيبيات، والموضوع في الحقيقه بيصير في دور الناس اجمعين بلا استثناء. والموضوع ده حقيقه سئل فيه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام اكتر من حوالي 435 سنه، وهو الروح. وكلنا عايزين نعرف ايه هي الروح اللي جوه اجسامنا، وايه شكلها، وايه حدود قدرتها، وكمان عايزين نعرف ايه حسن الخاتمه. يا ترى حسن الخاتمه هو الكلام اللي بنسمعه وقت الموت والغسل والكلام ده، اللي يقول لك كان مبتسم وشه منور شكله مختلف، هو ده حسن الخاتمه؟ اسئله كتير هنعرفها مع حضراتكم مع فضيله الشيخ فوزي عبادي. فعلا يا احمد، واخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان كده في اراء واحكام كتير، وبسبب انتشار اسئله الناس في الاذهان حول رحله البعث، هيكون معنا احدى علماء الازهر الشريف اللي هنعرف فيه حقيقه الروح وازاي المتوفي بيشعر بينا. وبمناسبه المولد النبوي الشريف، كل سنه والامه الاسلاميه الطيبه. وعايزه اقول لكم حاجه صغيره، ان مسك الرسول فاح فطهرنا من جهل عشنا فيه محيرنا، ميلاد النبي مش بس غيرنا، ميلاد النبي نصرنا وحررنا، وعشقك يا نبي مش عاده، ده عشقك زادنا وزودنا، ياللي طيفك ماله زي، ياللي ضيك ابها ضي، وعشاق النبي كتير، واللي عاشق النبي قلبه كبير، واللي يصلي عليه من العلل يشفيه، ومن الفقر يغنيه، وبايده يوم الحشر يسقيه، صلي عليه على قد عشقك فيه. وفي الفقره الثانيه اعزائي المشاهدين هيكون معنا رنا سعيد اللي ابدعت في عمل الكروشيه، وكمان هيكون معنا سمر عبد المنعم اللي ابدعت في عمل ديزاين الفساتين. ولحد امتى هيوصل بيهم الابداع ده؟ ده اللي هنعرفه في الفقره الثانيه لما نلتقي بيهم ان شاء الله. جميل جدا يا شباب، وان شاء الله تكون فقرات مهمه جدا وهنستمتع بيها. وزي ما قالوا زمايلي ساره وحجازي، هيكون معنا فقرتنا الاولى المسلمون يتساءلون، الداعيه الاسلامي فوزي عبادي اللي هيكون معنا النهارده في الفقره الاولى مع زمايلي، وكمان هيكون معنا في الفقره الثانيه انا وزميلتي ناهد، هي فقره عن هاند ميد فاشن، وهنتكلم معاها عن الديزاينر رنا سعيد، وكمان سمر عبد المنعم اللي هندخل معاهم مجال الفاشن ونعرف عنهم احدث التصميمات. فاصل هنرجع لكم مره ثانيه، استنوني. عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده، عاش الشباب اللي بيبني بعرقه مجده، عاش الشباب اللي بيهزم اي يأس مهما شافه، عاش اللي شايل حلم بلده همها فوق كتافه. عاش الشباب، اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء، ورجعنا لكم بعد الفاصل. كتير منا بيسال نفسه، هو ايه بيحصل بعد ما ملك الموت بيقبض روح البشر، وايه هي حريه حركه الروح؟ اسئله كتير هنعرفها النهارده مع فضيله الشيخ فواز عبادي. اهلا بحضرتك فضيله الشيخ، منورنا في عش الشباب. اهلا بحضرتك. في اسئله كتير جدا بتدور حول الروح في القبور، عايزين الاول في البدايه نعرف ايه هي حقيقه الروح. نعم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قضية الروح من القضايا الغيبية
التي ورد بها السماع من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. الغيبيات والسمعيات الشرع حددها بنصوصه ولا يجوز الاجتهاد فيها إلا في حدود الشرع والنص القرآني أو السنة النبوية الشريفة. وبالتالي الحديث عن الروح، أولا الحق سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الروح حسم النزاع فيها، فقال تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن العلماء تحدثوا في حقيقة الروح، فبعضهم قال أنها جسم لطيف شفاف يشتبك بالجسد اشتباك الماء بالعود الأخضر. وقال العز بن عبد السلام أن لكل فرد روحين، روح اليقظة وروح الحياة. روح اليقظة إذا خرجت نام الإنسان، وروح الحياة إذا خرجت مات الإنسان. استدل العز بن عبد السلام على رأي هذا بقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طبعا هناك كثير من العلماء عرفوا الروح بتعريفات مختلفة، لكن اللي عايزين نوصله للمشاهد البسيط أن الروح، روح الإنسان، هي شيء لا يمكن تحديد شكله أو مكانه، وإنما هي سارية في جميع أجزاء الجسد. والله سبحانه وتعالى وجه رسوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الروح بهذه الآية القرآنية التي ذكرناها. وبالتالي لا يمكن لأي اجتهاد مهما كان أن يصل إلى تحديد شكل أو مكان أو ماهية أو حقيقة الروح أكثر مما جاء به القرآن الكريم، لأنها هي أمر من الله سبحانه وتعالى وسر من أسراره، ولا يستطيع أي إنسان مهما اجتهد في العلم أن يصل إلى أكثر من ذلك. نعم. إيه اللي بيحصل بعد ما يعني بعد قبض الروح؟ نعم. ربنا بيقبض روح الإنسان، إيه اللي بيحصل بعدها؟ نعم. سؤال ممتاز، كلنا أو كل الناس بتحب تفهم الإجابة عليه، لأنه لا يخفى على أحد أننا جميعا مشغولون بالحياة الأخرى بعد الموت. وهي أيضا كل ما يتعلق بالحياة بعد الموت هي أمور غيبية، لأنه فيش حد مات ورجع قال لنا إلا حصل. وبالتالي الحديث فيها يجب أن يكون مختصرا على ما وردت به النصوص الشرعية من الكتاب أو السنة. إذا جئنا إلى قبض الروح في ثلاث مراحل، من أول قبض روح الإنسان حتى يوضع الإنسان في قبره. نفصل الثلاث مراحل بالراحة كده وبهدوء عشان نستفها. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة قبض الروح، حينما ينزل ملك الموت ليقبض روح الإنسان الذي انتهى أجله. روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن العبد المؤمن، المرحلة الأولى احنا نتكلم عنها، هنتكلم في مرحلة قبض الروح، ملك الموت يقبض الروح، أن العبد المؤمن إذا مات أو إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، ركز احنا بنقول أن العبد المؤمن، يبقى نتكلم عن قبض روح العبد المؤمن. تمام. إذا كان، وده حديث طويل شرح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية قبض الروح، أن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة تصور عظمة الله سبحانه وتعالى وفرح الملائكة بهذا العبد المؤمن. تنزل الملائكة من السماء فيجلسون ومعهم كفن من الجنة فيجلسون منه مد بصره، ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه، عند رأس الميت، فيقول ملك الموت للروح اخرجي أيتها الروح الطيبة
إلى مغفرة من الله ورضوان. ثم تتلقى الملائكة التي تنزلت من السماء هذه الروح الطيبة، روح العبد المؤمن، لتصعد بها إلى السماء. فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الطيبة؟ فتقول الملائكة إنها روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء إليه في الدنيا. أحب الأسماء التي كانوا ينادونه بها في الدنيا الملائكة تقول إنها روح فلان ابن فلان بهذا الاسم. طب الروح تفنى بعد الموت؟ الروح تفنى بعد الموت. طيب ثم يعني هنختصر برضو علشان أجاوب على السؤال اللي حضرتك سألتيه، نختصر حتى دي. ثم يصعدون بها إلى السماء الأولى فالسماء الثانية، وفي كل سماء تشيع هذه الروح الطيبة، تشيع هذه الروح الطيبة الملائكة المقربون إلى أن يصعد بها إلى السماء السابعة، فيأمر الله سبحانه وتعالى أن تعاد هذا الروح إلى الجسد مرة أخرى حتى تنعم إن شاء الله تعالى في القبر. تفضلي فندم. السؤال التالي حضرتك بتقولي هل تفنى الروح؟ أولا لا خلافة بين علماء المسلمين جميعا على بقاء الروح وعدم فنائها قبل النفخة الأولى، نفخة إسرافيل. نعلم أن هناك نفخة الأولى وهي لإماتة جميع الخلائق وفناء كل ما في الكون، ثم النفخة الثانية التي تكون لبعث جميع الخلائق، وبينهما على الرأي الأرجح 40 سنة. المتفق عليه بين علماء المسلمين أن الروح قبل النفخة الأولى، قبل نفخة إسرافيل التي تكون للفناء، أن الروح تبقى ولا تفنى. ولكن الخلاف في حكم فناء الروح بعد هذه النفخة أو مع هذه النفخة. بتفرق الجسد؟ في النفخة قبل بتفرق يعني بعد الموت كده؟ احنا اتفقنا من شوية قلنا في قبض الروح إنه بعد أن يصعد بها إلى السماء الله سبحانه وتعالى يأمر أن تعاد إلى الجسد مرة أخرى. النفخة الأولى بقى تعاد إلى الجسد مرة أخرى. ليه؟ لأن زي ما هنشوف علشان في القبر بعد كده هي التي تسأل، تسأل الروح والجسد معا زي ما هنشوف إن شاء الله تعالى. واللي بتحاسب هنا الروح ولا الجسد بعد يعني بعد الموت؟ الحساب طيب في القبر. الأول بس بسرعة كده حتة الفناء الروح، يبقى احنا اتفقنا على أن فناء، هل الروح تفنى أم لا؟ إنه المتفق عليه أن الروح باقية لا تفنى قبل نفخة إسرافيل، إنما الخلاف في فنائها بعد نفخة إسرائيل. السؤال اللي حضرتك بتقوله ان هنا في القبر، نعم، الحساب بيكون للروح ام للجسد؟ ممتاز. بعد ان يامر الله سبحانه وتعالى الروح ان تعاد الى جسد العبد في موقفين تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. الموقف الاول اللي هو موقف الجنازه في الحديث، اذا وضعت الجنازه واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعد. يبقى هذا إشارة في هذا الحديث، إشارة إلى أن الروح تعاد إلى العبد مرة أخرى، تعاد إلى العبد مرة أخرى، ولكن ليست بالكيفية التي كانت عليها في الحياة الدنيا. وإلا حد يسأل يقول إذا كانت الروح تعاد إلى العبد مرة أخرى طب هو مش صح ليه؟ مش عايش ليه؟ لا، تعاد إليه بما يتناسب مع النعيم أو العذاب في حياة البرزخ. تمام. وبالتالي العذاب أو النعيم يكون للروح وللجسد معا. نعم. هل الروح بعد الموت لها حرية الحركة؟ طيب في ناس كتير تقول لا، هي بتيجي يوم الخميس في بعد في المكان اللي هي توفت فيه مثلا، او مثلا تقول لا ده بتقعد 40 يوم تزور اهلها. ده الكلام ده صحيح؟ في ايام معينة الاعمال بترفع على الله فالروح بتيجي تزور اهلها ونسمع كلام كتير. نعم، روح الانسان اذا قبضت فانتهت عنها كل مظاهر الحياة الدنيا. يعني كما قلنا اتصال الروح بالجسد في الحياة الدنيا اتصالا يتناسب مع هذه الحياة، وعودة الروح إلى الجسد في البرزخ هو اتصالا تعود إلى الجسد بحيث تتصل به
اتصالا يتناسب مع هذه الحياة اللي هي الحياة البرزخية من النعيم أو العذاب فقط. لكن لم يثبت نصا وليس هناك قول بأن الروح لها حرية الحركة زي ما احنا بنشوف أو نسمع مثلا بعض الناس يقولوا إنه النعش كان بيجري. أيوة. لا دخلنا ولف راح حتة تانية، ده راح عند خالته، ده راح عند عميته. في الحقيقة كل هذه الأشياء لم يرد فيها نص، وهي أشياء يعني تعد من قبيل البدع. لكن لا ننكر برضه علشان من الناس يعني لو شاهد الشيء من هذا القبيل ما نبقاش بننكر كل شيء، إذا كان لهذا الميت كرامة معينة فيمكن أن تحمله الملائكة فتخف الجنازة عن الموتى، هذا فقط. أما أن تكون للروح حرية التوجيه المشيعين يمينا أو يسارا أو إلى مكان معين فهذا، لكن الروح ما بتشعرش بال غير وارد. الروح بتشعر بال يعني مثلا بأحبابها أو كده؟ أنا حد قريب، حد حبيبي، والدي كده متوفي، نعم، هل هو في قبره بيكون يعني بيشعر بينا؟ هل حاسس أنا بدعي له؟ الدعوة بتوصله إزاي؟ نعم. طيب هنا في يعني في حاجتين. الحاجة الأولى حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بإجاز حضرتك يعني أنا يعني هاخد الشاهد فيه بس. أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما انتصر على المشركين في غزوة بدر أمر ب24 رجلا من صناديد قريش فألقوا في بئر، ثم جاء بعد 3 أيام الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ يناديهم بأسمائهم، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، بأسمائهم وبأسماء آبائهم. حتى أنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه تعجب من هذا الأمر فسأل متعجبا، يا رسول الله أنى يسمع أو يجيب وقد جيفوا، يعني صاروا جيفة خلاص هيسمعوا فين؟ لاحظ رد النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب، قال والذي نفسي بيده، قسم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده إنهم لأسمع لي منكم أو لأسمع لقولي منكم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا أو يردوا. الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه حينما نادى على هؤلاء الموتى وهم صاروا جيفا، سيدنا عمر الخطاب اعتقد أن هذا لا يمكن، بنادي موتى مش هيسمعوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد له أن الموتى يسمعون. لكن بس علشان أوصل لك للمعلومة اللي أنت عايز تعرفها، نعم، في عجالة سريعة جدا، في عجالة سريعة. الروح الطيبة أو العبد المؤمن، الروح المنعمة في البرزخ، لأنه في حياة البرزخ الإنسان يمر بثلاث حيوات، حياة الدنيا ثم حياة البرزخ اللي هي منذ وفاته إلى بعثه، هذه الحياة اللي هي في ثم الحياة الآخرة اللي هي بعد البعث. في حياة البرزخ زي ما قلنا تعود الروح إلى الجسد وتتصل بالجسد اتصالا يتناسب مع النعيم أو مع العذاب. الروح المنعمة، الأرواح المنعمة، أرواح المؤمنين كلها تتلاقى في الآخرة. روح الميت أو هل يسمع الميت أهله إذا زاروه أو كذا أو كذا، نعم هذا وارد. الكلام ده جميل جدا مع حضرتك ومستمتعين جدا، وفقرة النهاردة جميلة جدا، وطبعا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نشكر حضرتك جدا وإن شاء الله يكون لنا لقاءات تانية كتير مع حضرتك. شكرا ليك. شكرا ليك يا سارة. شكرا أحمد، شكرا لحضرتك، نورتنا في البرنامج. انتهت فقرتنا كده معاكم النهارده، انتظرونا في الفقره الثانيه مع زميلي ناهد ومروه، ان شاء الله تكون فقره ممتعه جدا مع حضرتك، انتظرونا بعد الفاصل.